صباح الخير. هذا تمرين يسمونه passing pattern، يعني التمارين اللي أنا قلت عنها سابقا بأنها تمارين الأحسن التي تأتي بعد فترة الإحماء أو تكون جزء من فترة الإحماء. وجاء تساؤل وجاء طلب بكثرة الاكثار من هذه النماذج، هذه 30 يارد 30 يارد 30 يارد 30 يارد 30 يارد كما نبين، يعني ساحتين 30 في 30 يارد، ساحه اخرى جمع 30 في 30 يارد، عدد لاعبين لا يزيد عن 12 لاعب، هنا مجموعه اللاعبين الاكبر، ثم يتوزع دور اللاعبين اثنين بالنص، واحد ولاعب واحد باطراف او بزوايا هذه الساحه المستطيله. فيكون التمرين بسيط، يعني احنا من نسوي دحرجة، طبعا كرة واحدة بس ومناولة يروح مكانه، دحرجة للنص مناولة يروح مكانه، دحرجة للنص مناولة يروح مكانه، دحرجة للنص، نشتغل عليها فترة زمنية ثم نطور التمرين، نسوي دحرجة مناولة، هذا يرجع نلعب هات وخذ، مناولة مناولة يروح مكانه، هذا يستدير. أما يلعب مناولة طويلة ومناولة هات وخذ أو خذ وهات ويروح مكانه، أو هم نكرر نصف المسافة دحرجة مناولة هات وخذ يروح مكانه، دحرجة مناولة خذ هات مناولة مزدوجة ويروح مكانه، دحرجة شوف مناولة هات وخذ ويروح مكانه، نفس الشيء نصف دحرجة مناولة هات وخذ ويروح مكانه، هذا الأخير دحرجة مناولة هات وخذ يرجع للكرة طبعا ويروح مكانه، وهكذا يصير التمرين عبارة عن باتن، يصير التمرين عبارة عن سلسلة من المناولات اللي وبها تحرج بها مناولة وبها أعطيني وأعطي وبها تغيير مركز. هنا دائما عند ما يكون التركيز مثل هاي التمارين على ما يعرف بالأداء الفني للاعبين، ماكو داعي هذا المنقط يصير بالركض السريع، وإنما يصير بركض اعتيادي وتبديل مركز بس، لأن يعني في فترة أنا لما هذا اللاعب ينتقل مكان هذا وهذا ينتقل مكان هذا وهذا ينتقل مكان هذا وهذا مكان هذا وهذا مكان هذا وهذا يرجع الكرة الأول واحد هنا اللي هو ثمانية، يكون كل لاعب أخذ مكانه ويكون اللاعب رقم ثمانية استلم الكرة الأخيرة ونفذ التمرين، كذا مرة نعمله باتجاه عقارب الساعة، مرة نعمله باتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة، يكون أحسن من خليه باتجاه واحد وان دايركشن ونسوي تو دايركشن. هاي مجموعة من التمارين اللي من ضمن توصياتي بأنه تنفذ مباشرة بعد فترة الإحماء، أو يعطيها المدرب عنوان بأنها تمارين مكملة لتمارين الإحماء. إذا زدت المسافة راح تركز على المسافات الطويلة، يعني تركز على المناولات الطويلة، إذا قللت المسافات راح تركز على المسافات القصيرة. في المسافات الطويلة حاول أن تلعب من التو تاتش، في المسافات القليلة حاول أن تلعب بالوان تاتش، حتى يكون لعب سريع وتبادل كرة سريع وتبادل مراكز سريع. إذا عندك هنا مجموعة 10 ومجموعة 10 بمكان آخر، يصير عندك 20 لاعب يدربون لمدة 10 إلى 12 دقيقة على ما يلعب الباسنج باترن، وهي عبارة عن مناولات، لاحظ الخطوط الداكنة كلها مناولات، هذه والخطوط المنقطة ركض. إذا أنت عندك دحرجة وعندك مناولة وعندك ركض وعندك ما يعرف بالتسليم والاستلام، أو الاستلام والتسليم، أو الاستلام والدحرجة، فيكون عندك شيء من ضمن ما يعرف بالتدريبات المنتجة اللي لها هدف وغاية، وهي تطوير ما يعرف بتبادل الكرة بين اللاعبين. الدكتور موفق مولى، وهذا السياق سريع لسؤال وردني من الصبح، نهني الفريق العراقي، بالنسبة لي أنا أهني الفريق العراقي وأقول هارد لك للفريق القطري، وهذا فوز ثمين جدا
إذا ما أخذ بالاعتبار وضع الفريق العراقي. وتهنئة للكادر التدريبي والإداري واتحاد كرة القدم وللجماهير العراقية العريضة اللي تفرح بفوز الفريق العراقي من الشمال إلى الجنوب. شكرا جزيلا. اليوم تاريخ 27/11/2019 وإحنا نسجل من بغداد. شكرا.